السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ أخبار عنهم؟ طيبين تمام؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. 87 من قناة اليوم جاب لكم بوكس ثاني. طبعا البوكس هذا لعبة هاتمان اللي نزلت قبل أمس. مدري أمس والله ما أدري. المهم هذا الجوالات حقت الجلاكسي والبلاك بيري. هذا البلاك بيري كيف الثيم؟ هذا الجراب حق البلاك بيري وهذا الجلاكسي. هذا الجراب حق. المهم احنا مو جايبين انبوكس للجوالات، جايبين انبوكس لعبة هاتمان اللي نزلت قبل كم من يوم. طبعا انا قاعد اتفرج على السنافر، فيلم السنافر جايبين الحين على قناة فنون تقريبا الحين الساعة 9 مدري الساعة 8. المهم هذا الانبوكس لعبة هاتمان، هذه لعبة هاتمان اللي نزلت قبل كم من يوم، هاتمان الجديدة. هنا الغلاف، هذا الغلاف الوجهي للشريط. دقيقة بس خليني ارجع هذا. هذا الغلاف الاصلي حق الشريط اللي من قدام. خليني اقصر على التلفزيون. هنا من وراء الغلاف الثاني كلام بالانجليزي، هنا صورة هاتمان نفس ما هي. هنا بعض من الصور حقت اللعبة اللي نتذكرونها لو ترجعون شيء للذاكرة ورا. اللعبة طبعا 18 فوق. هذه اللعبة لو تذكرون لعبة هاتمان اللي هنا دح دقيقة. هنا صفحة الموقع، هنا منتج الموقع، هنا صفحة الموقع على تويتر على الفيسبوك اقصد. هنا اللعبة يقول لك اللعبة الفرد الواحد وكلام ما ادري وشو. طبعا الحين نفتح اللعبة. قصدي انا اللي قلت لكم مثل نرجع ورا، لو نرجع شيء لورا نتذكر لعبة هاتمان ايام سوني 2. توقع نزلت ايام سوني 2. نتذكر لعبة هاتمان ايام سوني 2 كيف كانت. لعبة هاتمان كانت وين ذيك اللعبة، يعني ما كانت ممتعة زي الحين صارت ممتعة، خصوصا ان في يوم اللاعبين شفنا اقبال كبير عليهم. حتى امس انا رايح اشتري لقيت اقبال كبير على لعبة هاتمان في السوق. طبعا سعر الشريط 290 ريال هذا هو، وهذا الشريط. شريط لنا احمر، لنا احمر كامل. هنا زين طبعا الكتيب حق لعبة هاتمان، الكتيب هذا فيه شرح بسيط، شرح كيف تلعب هاتمان باليد وزي كذا. بعض من صور اللعبة، كلام يعني كثير، كلام كثير. هنا في اللعبة قادمة ان شاء الله شهر مارس، قلنا ممتعة زي اتوقع اساسين كرايد. طبعا هي اللعبة الوحيدة اللي ما حشت مزاجي اساسين كرايد، ما ادري ليه ما عجبتني صراحة، والله ما عجبتني. وذيك اللعبة الحماس. هنا طبعا هذا الغلاف هنا اللي حق هاتمان، صورة يعني صورة من هاتمان، من اتوقع من اللي راح يكون الاجزاء فيه راح تكون موجودة. طبعا هذا ايش اسم الكلام. طبعا هنا تحت فيه دقيقة، هنا تحت هذا الكود حق تفعيل اللعبة. اتوقع تفعيل اللعبة ما ادري يمكن فيه اونلاين كذا اللعبة، فما داعي اني اطلع الكود لان احتمال ما راح افعلها كذا سريع. هنا هذا برضه شيء ثاني هنا كلام، هنا علامة سليبينج دوغز اللي ما ادري يعني ايش دخل اللعب سليبينج دوغ. على طاري سليبينج دوغز ان شاء الله راح اكمل لكم السلسلة، بس اصبروا عليه كم من يوم. هذا هنا كلام ثاني برضه. هنا في شيء تفعيل كود ثاني هاتمان، ما ادري هو كودين هاتمان ولا زي كذا. المهم وصلنا نهاية الفيديو، ان شاء الله عجبكم الانبوكس. لايك كومنت تفضل سبسكرايب، وترقبوا ان شاء الله ترقبوا سلسلة الهاتمان. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.